انا بصراحه ما فهمتش شنو هي كبيسو كبيسو زعما من هنا انا كنقول لكم زعما شنو هي واش هي كليك ويا شنو ما عرفتش. صراحه حاجه زوينه كان يقطع شي قطعه وكره مزيانه متاكده غير كيكذبوا ربما غادي يكون واحد الناس في واحد المجتمع اخر ماشي في المغرب فهمتي اللي غيكونوا كيربحوا ديك الفلوس كما كيقولوا ديجا ما في التصريحات ديالهم ما كرهش يتحيد تحيد لحقاش هذاك هو الكانسر اللي واقع دابا في الشباب انا بصراحه ما كنستعملش تيك توك ولكن نهار شريت التليفون لقيت تيك توك مانستالي فيه بالليل مي كنبغي نعس كندخل نقلب ونشوف كيطلعوا لي بصراحه ما كنقلبش عليهم ما داكشي بزاف يعني حتى المواضيع المتداوله لي لايف زعما مؤسف الناس ولات بصراحه كتقلب على التفاهه انا ماشي ضد وماشي مع انا ضد التفاهه ولكن مع الا كنتو كتعالجوا مواضيع وكتخدموا وتشتغلوا على المواضيع وتحفزوا الشباب مزيان مي داكشي اللي كيدار مؤخرا كتلقى مثلا مرة كبيره زعما كدير كتهضر في شي مواضيع اللي ماشي زوينه تقدر مثلا دير الطابخ دير شي حاجه اللي تناسب اللاج ديالها انا بصراحه ما فهمتش شنو هي كبيسو كبيسو زعما من هنا انا كنقول لكم زعما شنو هي واش هي كليك ويا شنو ما عرفتش بون شوف خاص تكون مراقبه على هاد تيك توك ولا على وسائل التواصل الاجتماعي بصفه عامه خاص تكون شي مراقبه لانه بصراحه كنلقاو وليدات اللي كيهزوا التليفونات ما كيعرفوا وكاينين اباء ما كيعرفوش وليداتهم فاش كيتفرجوا راه كيكون سد عليه البيس راه كيقرا ورشه التليفون كيبغي يقلد هذيك اللي كدير تيك توك واللي عندها نسبه المشاهده واللي كدير شي مواضيع كيبغي يدير بحالها كيقلدها راه هنا راه كنلعبوا بعقليه ديال واحد الفئه زعما هنا خاص تكون مراقبه ديال بصح ولا تفرض عليهم شي ضريبه باش الناس تقل تحبس لانه دابا بزاف الناس ما كاين ما يدار كيمشي كري كونت وكيدير دي لايف وكيهضر في مواضيع اللي ماشي ما غتفيدني لا انا لا انت لا هو لا انت اللي كتفرج فينا لا حتى واحد شوف مزيان يتحيد ومزيان يبقى حيت كاينين الناس انا راه كنقول لك ما كنعممش كاينين الناس اللي كيدخلوا يهضروا في مواضيع اللي كيستافدوا منها وليدات شباب وكاينين الناس اللي غير كيخربقوا زعما بصراحه وسمحوا لي على هذا لو تيرم كاين الناس بزاف التفاهه اللي كاين تماك وضيع الوقت كاين شي حاجه مفيده وما ما تيبان لي هذاك الشيء تيخرجوا على الشباب ديالنا والحياه تتبدل من اكفس لاكفس شي اللي ما كرهتش يتحيد لحقاش هذاك هو الكانسر اللي واقع دابا في الشباب وحنا راه حنا كبار شويه عارفين اش كاين الشباب اللي تيبقاو فينا ما عارفينش مساكن تفلسوا ما بقاتش هذيك الرجوله ما بقاتش هذيك واش واحد خرج مرتو تيوريها ولا اخر خرج اخته وعائلته واحد مجوج اخته ولا شي حوايج اللي ما ماشي في هادشي ديال الدين ما عندها علاقه هادشي اللي تنتمناو زعما الحكومه الا كان عندها شي شويه ديال الدم وشويه ديال الرجوله تعاون يحيدوا علينا على الاقل هاد التيك توك وهاد التخربيق هذا كاين تنستعمل تيك توك انا تندير كرياتور فيديو كونسيبت الفيديو الفيديوهات الكوميديا هادشي اللي وليت نشوفو وصراحه زوين الا كان يقطع تيك توك راه مزيانه علاش ملي كنشوفو في اواخر السنه ديال 2023 بلاد من تيخرج ولا شي ساعه في تيك توك بالعلالي هادشي اللي ما زوينش فهمتيني تيشوفو بصوره المغرب الدول العرب كيديروها مزيانه فهمتيني كاين اللي كيدخل كيدير شي كونسيبت زوين بحال هكا كانوا غادي مزيانين صافي وصلت لواحد المرحله ولا بلا دير تيك توك بلاتفورم ديال الساعه تيدخل ما عنديش يبدا ساعه كيبدا يعطيهم شي تحديات دير طحين في وجهك دير ولينا تلعبوا بلعمه الله هادشي اللي ما زوينش تيصوروا بصوره المغرب وحنايا ان شاء الله نتمنوا يحصلوا تيك توك انا معاهم في هاد اللعيبه حيت تيك توك الا بقى هكا راه وصلوا في واحد المرحله اللي خايبه فهمتيني نتمنوا الخير هاد اللعيبه ديال 17 من اللي كنسمعوا 30 مليون 40 حتى 100 مليون 50 مليون في اللايف
بلي بنادم كيخدم كيحاول يجيب دوك الفلوس كيخدم شي 7 سنين وما يجيبش دوك الفلوس اللي هو كيضربهم في ثانيه وفي 5 دقائق ما كيقول والو كيطلع في اللايف كيدير شي تحديات لي شنقول لك ما لا حول ولا قوه شي بالله كيصيفطوهم ليه بحال دابا شي خليجي كيكون داخل اللايف وهذا كيطلب منه تحدي ولا يدير شي لعيبه هكا باش يضحكوا ويصيفط ليه فلوس. الصراحه كيبان لي منا ماشي شي تطبيق اللي يسهل ان الانسان يعملو في التليفون ديالو تضيع فيه غير الوقت. علاش شنو تيوصل لك الخبر منه شنو لا والو داكشي كاع اللي كيضر في الخاطر كيوصل منه الصراحه هاد الله وسيغتو انهم مستهدف واحد يعني في واحد الشريحه ديال المجتمع اللي فريمون ما خصهمش كاع يستعملوا داك التطبيق يعني هما كيكذبوا والمراهقين والمراهقات كيتيقوا يعني ولاو دابا البنات لدرجه انهم ما بقوش باغيين يقراو يعني متبعين غير التيك توك يعني فريمون ولا شي حاجه اللي مرضيه يعني ما بقاتش شي حاجه اللي نورمال يعني شي حاجه بحال فيسبوك بحال شويش صافا مي التيك توك شي حاجه اللي ولات ادمان عند المراهقين والمراهقات. مشكله ما انا متاكده غير كيكذبوا ربما غادي يكون واحد الناس في واحد المجتمع اخر ماشي في المغرب فهمتي اللي غيكونوا كيربحوا ديك الفلوس كما كيقولوا ديجا هما في التصريحات ديالهم ولكن بالنسبه للمغرب عندنا انا ما كنظنش وانا قلت لك ديجا هما كيستهدفوا واحد الشريحه ديال المجتمع اللي خاصهم ثقافه ماشي خاصهم شي حاجه اللي فين يضيعوا الوقت والتفاهات صراحه الله انا جو سوي كونتر تيك توك لا انا لا الدار ديالنا كامل حتى واحد ما عنده وما كنصح به حتى شي واحد احسن حاجه يديروا احسن حاجه انا مع متفقه 100% اذا عملوا شي تصويت انا معاهم انه يتقطع التيك توك من المغرب حيت ما دارش المغرب